أعزائي قراء ومتابعي موقع مصراوي الكرام، مساء الخير على حضراتكم جميعاً. أنا معاكم يوسف عفيفي الصحفي بقطاع الأخبار بمصراوي، وطالع معاكم في لايف جديد النهاردة. هنتكلم عن الوظائف اللي أعلنتها وزارة القوى العاملة مؤخراً، والوظائف دي مطروحة في 13 محافظة على مستوى الجمهورية. الوظائف المطروحة عددها 2975 فرصة عمل في عدد من التخصصات وتشمل ذوي الهمم. في الحقيقة وزارة القوى العاملة كانت أعلنت أن فرص العمل أو الوظائف المطروحة دي بتبدأ الرواتب فيها من 2700 جنيه حتى 6000 جنيه، بالإضافة إلى أن فرص العمل دي بتشمل تأمين صحي وتأمين اجتماعي، وتقديم عليها بيكون خلال شهر فبراير الجاري. المحافظات اللي متوفرة فيها فرص العمل دي هي محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والغربية ومحافظة المنوفية والقليوبية والشرقية ومحافظة الإسماعيلية وسوهاج والدقهلية والوادي الجديد. دي ال 13 محافظة اللي فيها الوظائف اللي وزارة القوى أعلنت عنها. بالنسبة نيجي التخصصات المطلوبة في الوظائف دي، في الحقيقة وزارة القوى العاملة أعلنت إن الوظائف أو فرص العمل المتاحة دي موجودة في هذه المحافظات في عدد من التخصصات كبيرة جدا أو المطروحة فيها، منها مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء ومحاسبين ومندوبين مبيعات وشؤون عاملين ومشرفين جودة وفني سلامة وصحة مهنية وعمال إنتاج وصيدلة وكيميائي وأفراد أمن بمواقع متميزة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كول سنتر ومنسقين ميدانيين ومدرسين. تشمل برضو الفرص دي أو التخصصات دي مدرسين وممرضين وكافة التخصصات الفندقية في المناطق السياحية والفنادق الموجودة في هذه المحافظات، بالإضافة إلى مهن التفصيل والخياطة وفنيين وسواقين وعمال نظافة وتخصصات أخرى عديدة. للإطلاع على هذه الوظائف احنا بنطرح لكم برضو الوظائف الأخرى خلال هذا اللايف على الشاشة اللي موجودة قدامكم دلوقتي. الوظائف وزارة القوى العاملة برضو طرحت لذوي الهمم بعض التخصصات في هذه الوظائف المطروحة. تخصصات وظائف ذوي الهمم هي التمويل، وظائف تمويل ومشرفي أخصائي تمويل ومشرفين وموظفين استقبال وإداريين وسائقين وعمال وديليفري وغيرها من التخصصات الأخرى، وذلك لاستيفاء نسبة 5% المخصصة لذوي الهمم أو ذوي الإعاقة. طيب التقديم على الوظائف دي، طبعا وزارة القوى العاملة أعلنت في بيانها الرسمي إن التقديم على الفرص العمل دي بالنسبة للشباب الراغب في العمل هو التوجه إلى وزارة القوى العاملة في على عنوان 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو التواصل على تليفون 22 40 3 5 7 1 أو 22 6 0 9 3 5 4 أو التوجه إلى مديريات التابعة لوزارة القوى العاملة أو مكاتب العمل التابعة للمديريات على مستوى هذه المحافظات. الأرقام مرة تانية أو عشان الناس اللي عايزة تقدم أو الناس اللي عايزة تتواصل على مع وزارة القوى العاملة أو مع المديريات التابعة لها، هو 22 40 3 5 7 1 أو التواصل على تليفون 22 6 0 9 3 5 4 أو التوجه إلى وزارة القوى العاملة على العنوان 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر. بعد كده بعد ما يتم التقديم على هذه الوظائف وفرص العمل المتاحة في ال 13 محافظة اللي ذكرناهم لحضراتكم منذ قليل، وزارة القوى العاملة بتستقبل هذه الطلبات من الشباب الراغبين في العمل من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات
بعد كده بترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالها للشركات المعنية عن تلك هذه الفرص. بعد الشباب ما بيقدم على هذه الوظائف، وزارة القوى العاملة بتستقبل الطلبات وبتوجهها للشركات اللي طالبة هذه المهن. يبقى زي ما قلنا لحضراتكم، فرص العمل المتاحة أو المطروحة موجودة في 13 محافظة، عدد هذه الوظائف 2975 وظيفة موزعة على 13 محافظة. المحافظات هي مرة أخرى القاهرة والجيزة وبورسعيد وأسيوط والأسكندرية والغربية والمنوفية والأليوبية والشرقية والإسماعيلية وسوهاج والدقهلية والوادي الجديد. التخصصات مرة أخرى عشان الناس اللي لسه فاتحة معانا: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء ومحاسبين ومندوبين مبيعات وشؤون عاملين ومشرفين جودة وفني سلامة وصحة مهنية وعمال إنتاج وصيدلي وكيميائي وأفراد أمن بمواقع متميزة، بالإضافة إلى كول سنتر ومنسقين وميدانيين ومدرسين. الوظائف بتشمل مدرسين وممرضين في وكافة التخصصات الأخرى الفندقية الموجودة في بعض هذه المحافظات، بالإضافة إلى مهن التفصيل والخياطة وفنيين وسواقين وعمال نظافة. الوظائف برضو ضمت ذوي الهمم لاستيفاء نسبة 5%، والمهن المطلوبة أو الوظائف المطلوبة هي أخصائي تمويل ومشرفين وموظفين استقبال وإداريين وسائقين وعمال ديليفري وغيرها من التخصصات الأخرى. التقديم إزاي؟ التقديم اللي عايز يقدم على هذه الوظائف بيطلع عليها أولا من خلال البيان المنشور على موقع مصراوي، ثم التوجه إلى وزارة القوى العاملة للتقديم أو الاتصال على التليفونات المطروحة قدام حضراتكم، أو التوجه إلى المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة على مستوى هذه المحافظات. بعد كده وزارة القوى العاملة بتستقبل طلبات الراغبين في العمل وبتوزعها على الشركات الراغبة أو الطالبة لهذه المهن. ده كان ملخص وموجز لللايف بتاعنا النهاردة اللي بيتكلم عن الوظائف أو فرص العمل اللي بتطرحها وزارة القوى العاملة كل أول شهر للراغبين في العمل من خلال مراكز التوظيف ومن خلال الشركات الموجودة أو العاملة على مستوى الجمهورية اللي بتطلب وظائف وبتطلب تخصصات مختلفة وكافة المهن التي تحتاجها كل شهر. في الحقيقة وزير القوى العاملة بأكد على المديريات التابعة للوزارة بمتابعة هذه الوظائف وإرسال تقرير شهري للوزارة بالطلبات اللي تقدمت والشباب اللي تقدمت وموقفهم ايه وهل هم اشتغلوا ولا لا بالتأكيد، بالإضافة إلى أنه نؤكد على تطبيق الحد الأدنى للأجور هو 2700 جنيه ولا يقل هذا الراتب عن 2700 جنيه وفقا لقرار مجلس القومي للأجور مؤخرا بتطبيق الحد الأدنى للأجور هو 2700 جنيه، وفي شركات بتصل فيها الأجور لستة آلاف جنيه حسب المهن وحسب التخصصات الموجودة. ده كان لايف قصير لفرص العمل المتاحة خلال شهر فبراير الجاري وطرق التقديم وغيرها من الأشياء أو الأمور الأخرى التي تخص هذه الوظائف خلال شهر فبراير. كان معكم يوسف عفيفي الصحفي بقطاع الأخبار بمصراوي، وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.